تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة القدس العربي التي اخترنا منها لكم مصرع وإصابة 7 مغربيين بسبب شاحن جوال. جاء في تفاصيل الخبر: شهدت مدينة إزيلال المغربية واقعة مأساوية، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق إثر اندلاع حريق بإحدى الشقق في حي تانوت. وكشف بيان للسلطات المحلية أن أسباب الحريق تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة. نطالع مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية: وزير هندي يوزع 10,000 عصا على نساء لضرب أزواجهن. قدم وزير في ولاية ماديا براديش الهندية مئات من العصي الخشبية هدايا لعرائس حديثات الزواج، وأمر بتوزيع نحو 10,000 أخرى وحثهن على استخدامها سلاحا ضد أزواجهن. وطالب العرائس باستعمال تلك العصي في حال كان الأزواج يدمنون الخمور أو يسيئون معاملة النساء. ونتحول وإياكم مشاهدين إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: تكنولوجيا يابانية حديثة لتلقيح الزهور بدون نحل. بدأ علماء الحشرات في دول اليابان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التفكير للوصول إلى بديل للنحل المعرض لخطر الانقراض بفعل التغيرات المناخية واستخدام المبيدات الحشرية. ووضع باحثون يابانيون مشروعا للاستعانة بطائرة من دون طيار قادرة على جمع ووضع لقاح الزهور، وهي العملية التي يقوم بها النحل. وختام تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية من صحيفة البيان الإماراتية: وأكبر حجر زمرد في العالم للمرة الأولى في أبوظبي. ينطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي المعرض الدولي للجواهر والساعات أبوظبي 2017، إذ يتيح المعرض الذي يستمر حتى 6 من الشهر الجاري لزواره فرصة رؤية أكبر حجر زمرد في العالم. وقد تم اختيار العاصمة أبوظبي لأن تكون أول مدينة يعرض فيها هذا الحجر الثمين خارج البرازيل في العالم.